بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذه كلمات، مجرد كلمات بسيطة، أحاول أن أرثي بها الشيخ عبد العزيز الشارنو بمدينة قناص، الذي أفنى حياته كلها في خدمة الإسلام والمسلمين، وذاق في سبيل ذلك أشد أنواع العذاب من الكلمات الجارحة والغمزات النابية وما لا يكاد الإنسان يتخيله، ولكنه مع ذلك لم يتوانى ولم يضعف، بل قبض على الجمر ومضى إلى رضوان الله. فكافأه الله الكريم بأن استأثر به في أقدس بقعة من الأرض بعد أن أتم الحج والعمرة، وأتم معه الحجيج الذين كان يقودهم من عشرات السنين بحكمة خبير وحماسة مؤمن ووفاء مخلص، رحمه الله الرحمن وأسكنه فسيح الجنان، ويكون خير خليفة له في أهله وماله وفي مشاريعه الضخمة التي تخدم الإنسان والإنسانية. والقصيدة تحت عنوان صديق الجمرة. عزيز أن تمر المشعلات، ولا ليل تؤرقه الصلاة. عزيز أن تمر المشعلات، ولا ليل تؤرقه الصلاة. عزيز أن تمر وليس نوء ينبئ، سوف تمطر أغنيات. عزيز أن تمر ولا ارتعاش من المعنى يدثره نعات، وأن تربو على ظمأ خطاها ولم ينهل بنا عليها السقات، وأن تغفو ولا يصحو ضجيج تربته الدموع المشتهات، وأن يذوي الحجيج بكل فج ولم تنبت بظلك قافلات، وأن تغفو ولا يصحو ضجيج تربته الدموع المشتهات، وأن يذوي الحجيج بكل فج ولم تنبت بظلك قافلات. كذلك كنت يا ليلا تشظى فأفلق واستضاء به الجهات، كذلك كنت آخر سندباد يتيه على شواطئه الروات، كذلك كنت بل ما زلت تأبى على دل وتخطب أمنيات. مررت ولم يبايع فيك ورد، فأينع في يديك المعجزات. مررت كأي فجر سال ضوءا، وميزك امتداد والثبات. هي الأسماء ما احتضنتك إلا تناثر بين ثدييها الذوات. هي الأنواء لما مت عنها خمار الذئب قدسك الفلات. تلخصك احتمالات وخبز على مقهى يدشنه الفتات. تلخصك المحطة وهي تحكي أنا خبز القطار أنا الفوات. تلخصك احتمالات وخبز على مقهى يدشنه الفتات. تلخصك المحطة وهي تحكي أنا خبز القطار أنا الفوات. ومنذ صرخت كالملسوع كلا على الحرباء هام بك الأبات. ومنذ أضفت للا شيء بعدا
تغني لن تموت المشعلات ومنذ أضفت لله شيء بعدا نغني لن تموت المشعلات.